عشاق الصيف مكيفين ومبسوطين بهذا الجو الصيفي، ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير صاروا يلجأوا للسباحة إن كان عن طريق المسابح أو البحر. فمنشوف البعض عندهم حب وشغف وهواية للسباحة كنشاط أساسي ورياضي بحياتهم، بينما البعض ممكن يلجأ للسباحة كنوع من الراحة النفسية والتسلية. قديش اليوم مهمة رياضة السباحة يا رشا؟ أكيد هايدي، ومثل ما قلتي أول صيف دائما منروح لإلى حتى وقت ما نسجل أطفالنا منروح فورا كورس سباحة. إيجابياتها كتير، بتفرغ طاقة سلبية، دائما بتعطينا الأشياء الإيجابية، حركة للجسم. بعدين الناس اللي بدها تعمل دايت وتنحط جسمها أو فورا اكيد على السباحه يعني. فهذا الشيء، هذا الصيف مفتوح للجميع يعني، كرمال تشيلوا هي السلبيه، تاخذوا الايجابيه، تلعبوا رياضه، تخسروا وزن، واكيد تتعلموا. في ناس كثير ما بتعرف تسبح لهلا يعني. صحيح. فاكيد اليوم اكيد اليوم من خلال ضيفتنا رح نحكي عن السلبيات والايجابيات بالسباحه وقد هي مهمه بفصل الصيف. وضيفتنا لليوم هي الكوتش نور عازر. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. ينعاد عليك بكل خير. ينعاد عليك. يعني خلينا بالبداية قبل ما نحكي عن أهمية السباحة بشكل عام، عرفينا عن حالك أكثر، إمتى دخلتي هذا المجال؟ طبعا هلا أنا من أنا وصغيرة بلشنا السباحة مثل أي حدا، أهلينا في دورات بنروح مسجل دورات شوي شوي. أهل أحيانا بحسوا إنه الولد ما لهي الشغلة، عنده ميول إلى، عنده حب إلى، بصير تطور شوي شوي. بعدين من خلال أندية، المنتخبات، بطولات، شوي شوي صارت إنه خلص هي مثل دراسة أحيانا بتصير، واللي بيستمر فيها بتصير شيء مماثل، بتعلق فيها، بنمي مهاراته. صحيح. بحب إنه خلص هو ما بده يغيب عن الدرس. لهيك شوي شوي بلشت، لا كبرت وصرت درب، صرت كوتش. حلو كوتش. قد اليوم هيك فخورة بحالك نور، انه بعد ما تدربتي وكنتي متدربة اليوم انت كوتش عم تعطي هي المهارة لناس. طبعا انت وقت شيء يعني انت شيء تعلمتيه بتعطيه لغيرك، بتحسي كثير بانجاز، كثير بشعور يعني حلو، شعور انه ان كان لطفل او لحدا كبير يعني. وقت انه مثلا حدا ما بيعرف هي الشغلة انت تعلميها، تلاقي مبسوط انه تعلمها يعني. صحيح. انت هذا فخر. طيب هيك. خلينا نحكي كونه نحن بداية صيف اليوم، كل بتحسي انه رياضه السباحه هي الاهم يعني اليوم، الناس بتروح عليها بشكل كثير كبير يعني. خلينا نحكي من خلال مجال عملك عن الفوائد يعني اليوم، يعني احنا مو بس رايحين اليوم نقضي وقت ونقعد مسبح، اكيد في شيء ايجابي بالقصه. طبعا هلا اول شيء فوائد السباحه، اول شيء بتروح لك هو انه خلص انا بدي روح الستريس، روح التعب، تعب النهار كله، تعب قبل بيوم. هي غير هيك توسيع المسبحة غرقان بستريس. ثاني شيء عضلات القلب، عضلات القلب، عضلات الرئتين، كل هذا بتوسع عضلات الجسم كلها، بتروق يعني كلها بترتاح بالمي، بالتمرين، بالرياضة يعني. مثلا هو ساعة السباحة تعادل ساعتين مشي، ساعة ايروبيك. تمام. طب خلينا نفصل اكثر ونحكي عن انواع السباحه. اليوم عندنا انواع عديده، خلينا نوضح اصعب هي الانواع واسهلها وكيف بيتم التدريب بين كل نوع. تمام. هلا نحن اول شيء من وقت نبلش بسباحه بنركز على النفس، على الرجلين. وبعدين بنبلش بتعليم سباحه الحره، هي اسهل. في عندنا سباحه الظهر، في الصدر، وفي الفراشه اللي هي نوعا ما اصعب شيء بالنسبه اللي بتعلم جديد. طيب شو هي انت اليوم وقت اللي بتيجي او انت شو بتفضلي يعني، انه بتحسي افضل الانواع بالنسبه للناس يعني كتعليم مبكر للسباحه الحره او سباحه الظهر؟ يمكن كل حدا عنده قدرات، نحن بدنا ننتبه على هاي القصه يعني. بالسباحه تتنمى القدرات، ما في شيء انه انا عندي قدره هون وقفت، لا احنا بننمي قدراتنا مرحله مرحله. عندها فوبيا من المي، في ناس بتقول لك انا بحب اسبح، بحب انزل بالمي، بس انا عندي فوبيا بخاف يعني. تماما، هي بكون لها مراحل معينه بنبلش فيها من اول درس درسين، وبعدين بتستمر معنا لحالها الفوبيا يعني، ثالث رابع درس بتروح. تمام. يعني اليوم في اكيد قواعد، في خطوات عديده لحتى الشخص يتعلم السباحه، واكيد كل كوتش اليوم عنده اسلوب خاص فيه لحتى يعلم الاشخاص اللي حابين يتعلموا السباحه. احكي لنا عنك اليوم، عن اسلوبك، عن القواعد اللي بتعطيها، عن الدروس. هلا احنا اول شيء يعني وقت يجي الولد او هذا بنحاول اول شيء نعمل له الثقه، اهم شيء الثقه، اهم شيء الثقه بالكوتش، بالمدرب اللي عم يدربه. يعني الخوف اللي بيكون موجود هون اهم شيء. تماما، الخوف انه انت جاي لعند حدا جديد ما بتعرفه. نعم.
كذا قصة يعني، أول شيء بعدين بنبلش، بعدين شوي شوي بننزل على المي، رياضة، لعب بسيط. حبيبي يعني خصوصا إذا كانوا اليوم أطفال نحن بنقدر هيك بالكلمة يعني نمد إيده أول شيء، كنا هيك بنعرف من حالنا أكيد إيشلك تماما. ينزل بمرحلة كثير رشني شوي، برشك شوي المي حلوة، بنكسر هذا الحاجز بجوز عند أكيد. بس الكبار شو مشانه؟ الكبار بنرجع لأهم شيء إنه هو أهم شيء ثقته باللي عم يكون معه، لأنه الكبير بفكر، هالصغير ما بيفكر هو شو عم يعمل، فإنه هو جاي يتعلم حتى لو مي، بس الكبير هو بفكر إنه ممكن هو تسحط رجله، ممكن يصير معه شيء، بلا أهم شيء يكون عنده هاي الثقة مع المدرب اللي معه، أهم شيء كمان يكون يعني شلون بدي أقول لك حتى يعني لا سمح الله صار شيء هو موجود ضمن مسبح، يعني المنقذين موجودين، في منقذين، في مدربين، فما حيكون يعني في شيء كثير خطير بالقصة. اليوم كوتش يعني شو بتحب تفضلي انت الطفل ايمتى يبلش؟ بعمر صغير، يعني اي عمر؟ يعني بعمر الأربعة او حتى ثلاثة، كمان ثلاثة الى أربعة سنين. اهم شيء بهذا العمر بنكسر حاجز الخوف عند الطفل من اكيد، حتى لو بكي ممكن الولد يضل شهر عم يبكي، بس نحن ما نفقد الامل، او مثلا كاهل ما نقول لا خلص ما عدنا ندربه ابني عم يبكي، لا انا بخليه بشجعه، ممكن مكافآت، ممكن تعزيز، اليوم بجيب له لعبه، اليوم عمل ان شاء الله، اليوم بضغط راسه خلص هو عمل انجاز، نحن بجيب له لعبه، هو المهم يحب، لانه بس صار معه فوبيا الفوبيا رح تضل على كبر. صحيح. وكل ما تعلم هو صغير كل ما احسن. اكيد بيقولوا انه اذا الشخص تعلم وهو صغير السباحه بيكون افضل. طيب خلينا نروح شوي، انه السيدات اليوم عندهم سؤال شائع كثير، هل ممكن السباحه اليوم تحرق الدهون؟ هلا السباحه تعتبر من اهم تمارين الكارديو اللي احنا بنقولها الحرق، بقى هي بين ما انت تسبحي ساعه فهي بتحرق بين 200 ل 500 حريره بالساعه بشكل متواصل. هي كثير بتركز على عضلات الجسم كلها، يعني احنا وقت نسبح كل عضله من الجسم عم تتحرك، ما في عضله نايمه او عضله ثابته، لا كله عم يتحرك، هذا الشيء كثير بيريح. طبعا بالنسبه للسيدات انا بشجعهم يتعلموا، بتروح تعب بالشغل البيت اذا في امراض ديسك، تشنج عضلات تماما، بتروح السيلوليت بتشد كمان، يعني مو بس اليوم في حرق في شد، المي بيشد الجسم تماما. تماما. ما بين الايجابيات والسلبيات، عم نحكي ايجابيات، بجوز الناس في شيء سلبيات اليوم، يعني في اليوم حالات معينه هي ما انا قادره تكون برياضه السباحه. لا الكل ممكن يقدر يتعلم، ممكن يقدر ينزل على المي حتى لو مثلا مره بالشهر، يعني هي ما كثير لها سلبيات غير مثلا قعده طويله مثلا بالمسبح، ممكن تعرضنا لضربه شمس، هذا الشيء اللي يكون عندنا يعني وقايه منه نتفادى، سموه انا بدي اروح مثلا على مسبح ضل من 10 لل 5 كله بقلب المي، كمان هذا هي تعتبر من السلبيات. في ناس بصير معها بقلب المي شد عضلي، فكثير بتبعد عن هي القصه، بتقول لك انه انا بس انزل بالمي بصير عندي شد عضلي، هي بتكون نتيجة الخوف، نتيجة التشنج، ممكن نتيجة نقص معادن بالجسم بتعمل هيك قصص. طيب خلينا نحكي شو أفضل وقت للسباحة، ممكن الصبح، بعد الظهر، العصر، شو أفضل شيء ممكن نحن نأخذ منه فائدة أكثر؟ تمام، أفضل وقت هو بين 7 إلى 9 الصباحي، ويعني هذا أحسن شيء، إنه الواحد بيكون فايق، بيروح بيتنشط، بيبدأ يومه بنشاط، بيكمل شغله، بيكون الستريس راح، بيجي على شغله برواق. صحيح. طيب نور، وقت منقول صناعة بطل وعندنا أبطال سباحة كتير سوريين كتير يعني أسماء معروفة، في اليوم كورس محدد لإلهم، اليوم على شو بتعتمدوا بالتدريب لأنتوا تقولوا أنه هذا الطفل أنا بدي أصنع منه بطل؟ هلا اول شيء نحن بلش باللياقه البدنيه، تجهيز العضلات وتقويتها لتكون مناسبه لكل نوع من انواع السباحه، وبده يكون التدريب مثلا بشكل يومي، نحن بندرب مثلا يوم تحمل، يوم سرعات، يوم رياحه للعضله. تمام. يعني نور خلينا نكون واقعيين اكثر، اليوم مو بس الاطفال عندهم خوف من البحر، بتلاقي اشخاص كبيره بالعمر لهلا بتخاف تنزل على البحر، او اذا نزلت ممكن تلاقيها عم تعوم على الشط يعني وبس انه خلص سبحت، كيف ممكن اليوم نحن نكسر حاجز الخوف عند هدول الاشخاص؟ بالتدريب والتشجيع. طيب التدريب نفسه عند الاطفال ام بيختلف؟ طبعا لا، كل عمر، كل شخص، خلينا كل نوضح طفل. للكبار كيف ممكن يكون عمليه التدريب؟ بنبلش معه من مثل ما قلت لك، بنبلش بالصفر، خطوات أساسية، الخطوات الأساسية، مثلا تشجيع انه هو فايت لهي الخطوة،
انه مو انه فتت يلا بلشت ننزل على المي، لا احنا بنبلش شوي شوي نحن كيف نبلش الدرس. يعني مثلا هلا بالولد ما بنقول له احنا بدنا نعمل هيك ونحن بنساوي، خلص اعمل تمام. بس لا الكبير لا احنا بنوجهه من يعني شلون بدي اقول لك، يعني مثل موضوع انه نساير شوي الوضع وقت يكون في فوبيا كثير تعامل صعب احيانا بيكون اول درس، بس بعدين لحاله وقت الواحد ينزل على المي ويحس بهدوء بكون رواق. تمام، يعني بالختام تعطينا شويه نصائح عن موضوع السباحه واهميتها. هلا اهم شيء انا بحب يعني بحب كل يتعلم سباحه، كثير حلو الواحد يسبح. السباحه كثير منيحه لعلاج امراض الظهر، لعلاج العضلات وعلاج الفقرات، ديسك، تشنج، جنف، كله هاد بيعالجه. ويعني حلو بس يعني اهم شيء انك اليوم عم تفرغي هذا الستريس، هي لحالها قصه ايجابيه. بدنا نتمنى لك كوتش نور كل التوفيق، وانا هيك نتمنى نشوف ابطال يعني تقدر اليوم. احنا عندنا قدرات كثير مهمه ولكن اكيد بحاجه للدعم والتدريب، وانتم قد اليوم اكيد. تسلمي، شكرا كوتش، شكرا لك يا نور، كل التوفيق لك.